سيد الرئيس يريد نظام تربوي متطور، نظام تربوي متكامل متجانس، ونظام تربوي عنده فعالية وعنده مردود. يعني الابتدائي هو مهد كل نظام تربوي، هو الذي يؤسس إلى مدرسة ناجحة، هو الذي يؤسس إلى نظام تعليمي ناجح وناجح في أي في كل دول العالم. وبالتالي جملة وحزمة من الإجراءات ستكون إن شاء الله في الدخول المقبل سيعلن عليها في أوانها، وتعلمون أن بداية هذه الإجراءات التي أقرها برنامج سيد رئيس الجمهورية ومخطط عام الحكومة، وهي تخفيف البرامج والمناهج وتخفيف وزن المحفظة وإجراءات أخرى إن شاء الله.